السلام عليكم ومرحبا بكم على قناة مونتاك على الفيسبوك وكذا على اليوتيوب في نوفل فيديو. الفيديو تاع اليوم كالعادة في الكارتي كونفينمون، ما كانش خدمة، ما كاين والو. دونك حنحكيو على الحكاية تاع زيادة معدل الإصابات بكورونا، وتزامنا طبعا مع فتح الحدود وكذا فتح المجال الجوي للجزائرية الجوية اللي هي إير ألجيري، وكذا ايضا انهم تمت برمجه مجموعه من الرحلات بين الجزائر فرنسا، الجزائر اسبانيا، الجزائر ايطاليا ايضا، والجزائر تركيا، لانه راح تبدا هي برانسيب بدايه من 1 جويليا. انا شفت وحكمت بعيني دي بي دافيون مارسيل الاسطنبول اي تو، دونك لو سيستيم راه يمشي بور لو مومون. لكن رانا حيرين في حاجه بركه اللي هي سي بيزار، يعني كورونا باقي بيزيد الاعداد، والدوله قالت لك درك دونك الدوله تاعنا راح تحطونا في موقف انه حايرين، باسكو كاين ناس بزاف شراو لي بي دافيون تاعهم، مي باغ كونتخ قادرين يعاودوا يقفلوا الحدود، وقادرين يعاودوا بليتو ما يحلوش الحدود كاريمون، وقادرين سورتو يزيدوا يقويوا في الاجراءات الحجر الصحي كما قلت لكم، تزامنا مع زياده عدد الاصابات الحاليه. دونك الناس اللي شراو لي بي تاعهم هذوكم نقول لكم ما تخموش ما تقلقوش، لانه صوالتكم ماهمش راح يروحوا. إذا وإلا في حالة ما إذا تمت إلغاء الرحلات الجوية المبرمجة بسبب زيادة الإصابات، وإلا بسبب كون هناك موجة ثانية محتملة للفيروس، يعني ستكون هناك حلول يعني من طرف الدولة. على سبيل المثال كما قلت لكم صوالتكم راهمش حيروحوا لكم، يعني اذا قفلوا اذا جدوا في غلق الحدود يعني راح يعوضوكم، والا حيعطيكم دي بي دافيون جدد حتى طبعا تفوت الجائحه هذه، والا حتى يتم السيطره الكليه على هذا الامر، والا ايجاد لقاح معين لهذا الامر. ثاني سوجي اللي حنحكيو فيه اليوم هو البي ان ار. البي ان ار سي كوا؟ البي ان ار هي لاتيستاسيون اللي يمدوها لكم اللي تثبت عدم الاصابه بفيروس كورونا، يعني هذه الوثيقه راح تكون مبرمجه لتكون وثيقه يعني رسميه، وتكون وثيقه اساسيه في ملف الفيزا، يعني تعودوا تخرجوها من لوبيتال ديريكتومون، والا قادر يديروها في سيرفيس ميدسان بوبليك اي تو. هذه كل مازالنا ما على بالناش بها، لانه الدوله راها تدرس في الاجراءات هذه، مازالت ما انونساتش اجراءات هذه، مازالت ما اتخذتش اجراءات يعني رسميه وحطتها لنا، لكن في كما نقولوا خلف الكواليس هناك امور كثيره تحدث، يعني لا داعي لذكرها لاني ما ندخلش جينيرالمون في البوليتيك. دونك اون توت سامبليسيتي، الناس اللي شاو لي بيي تاعهم نقول لكم ما تخافوش، راح يعاودوا يرومبورسيو لكم لي بيي تاعكم، ولا يعطيوكم دي دات جدد في حال طبعا ما اذا مدوا في غلق المجال الجوي. الناس اللي رجعوا لي باسبور تاعها كما قلت لكم في فيديو سابق، كيف سي جينيرالمون سناو دالتكم بركه حتى يعاودوا يعطيكم فيزا جديده، والا يعاودوا يديروا لكم دي رص ملف جديد مجانيه. طبعا كان معكم كالعاده مرتك من قناتي الرسميه على اليوتيوب، نقول لكم تهلاو لي في روحكم خاوتي، ستي سيف ستي هوم، باي.